قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. كان يا مكان، وفي واحدة من رحلات الرحالة مختار وصل لقرية اسمها قرية السبار، وكالعادة اتعرف على أهلها وسكانها الطيبين وعاش معاهم يومين. بس أكتر حاجة استغرب منها هي تصرفات التجار اللي بحكم شغلهم كانوا قاعدين في السوق ليل ونهار، وعلشان يسلوا وقتهم بيحكوا مع بعض ويجيبوا في سيرة ده ويتريقوا على ده، وبقت شغلتهم هي الغيبة والحكي في أخبار أهل قرية السبار. الوضع ده ما عجبش مختار، وفكر في فكرة يلفت بيها نظر تجار القرية للحادثة اللي بتحصل. مختار اتفق مع كبير القرية وعملوا وليمة كبيرة عزموا فيها كل تجار قرية السبار، وبعد ما الناس وصلوا قدموا لهم الأكل. بس التجار اتصدموا، مختار وكبير القرية حطوا لهم لحمة حيوانات ميتة ريحتها قذرة جدا. ايه ده؟ ايه دي حاجة مقرفة؟ ايه ده يا جدو؟ ده دي حاجة وحشة قوي، ليه عملوا كده؟ عملوا كده ليه يا بنتي؟ علشان كملي الحكاية واحنا نعرف بقى كل حاجة. كملي. ماشي يا جدو. تجار القرية اتقرفوا واتضايقوا، فأمر كبير القرية الخدم يرفعوا الأطباق فورا، وده اللي حصل فعلا. وبعدها مختار سأل التجار انتوا اتضايقتوا ليه؟ فردوا عليه بعصبية انهم مستحيل ياكلوا لحمة حيوانات ميتة ومتعفنة بالشكل ده. مختار قال لهم غريبة، مع ان في رحلاتي شفت ناس بياكلوا لحوم البشر الميتة. التجار استغربوا، بياكلوا ايه؟ بني ادمين؟ ايه القرف ده؟ مستحيل بني ادم عاقل يعمل حاجة زي دي، معقولة حد ياكل لحمة اخوه الانسان؟ بس المفاجأة كانت لما سألوا عن اسم المكان اللي بياكلوا فيه لحوم البشر، قالوا لهم قرية السبار. التجار انكروا وقالوا مستحيل حاجة زي دي تحصل في قريتنا، لكن مختار اكد لهم انه شاف الظاهرة دي بعينه. ولما اشتد الجدال قرر كبير القرية يتدخل عشان يحسم الخلاف، وفي الحال قال للأسف مختار معاه حق، قريتنا فيها ناس بياكلوا لحم اخواتهم، وقرا لهم آية الغيبة. يعني ايه آية الغيبة دي يا جدو؟ آية الغيبة دي يا بنتي اللي ربنا من خلالها نهانا ان احنا نغتاب بعضينا ونتكلم على بعض بكلام احنا ما نحبش نسمعه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يا رب بقى تكون يا بنتي عرفت معنى الآية الكريمة دي. أيوة عرفتها يا جد. وقال لهم كل واحد فينا يقف مع نفسه ويحاسبها ويشوف كم مرة اغتاب إخواته المسلمين وجاف في سيرته، ويستغفر ربنا على كل اللي عمل. إحنا أسفين لو الأطباق اللي حطيناها لكم خلتكم تتقرفوا، بس أنا ومختار حبينا نثبت لكم بتجربة عملية قد إيه الغيبة مقرفة. علشان كده كل مرة تيجي تغتاب فيها حد بعد كده تفتكر المنظر المقرف ده وما تسمعش كلام شيطانك. ومن هنا فهم تجار قرية السبار الرسالة اللي عايز يوصلها كبير القرية والرحالة مختار، وما رجعوش للغيبة دي تاني أبدا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.